هذا حدث وطني كبير جدا، لأننا في حال اختيار الرئيس المقبل لمدة 5 سنوات المقبلة إن شاء الله. وبالتالي فإحنا أنا كمواطن عادي أديت الواجب نتاعي، ونطلب من جميع الشعب الجزائري أن يقبل بقوة لهذه الانتخابات ويختار من يشاء وهو حر، لأن فيه ديمقراطية، فيه شفافية، وبالتالي احنا لابد أن نعطي درسا مهما للخارج وللذين يحاولون تعكير هذه الأجواء. واشكركم.